القائمة التالية هي قائمة المبيعات Sales. في البداية عندي شاشة المبيعات، هون بدخل باركود المنتج اللي بدي بيعه، بضغط على Enter. طبعا في حال وجود جهاز الباركود ريدر بكفي أن أقرأ الباركود بشكل تلقائي، رح ينضاف المنتج بدون ما أضغط Enter أو أضغط على زر الأد. في حال عدم توفر جهاز الباركود بإمكان أدخل الباركود بشكل يدوي وأضغط على Enter أو على زر Add مثل ما أنا شايفين. فإذا أنضاف المنتج إلى سلة المشتريات، خلينا نضيف كمان منتجات مثل ما حكيت. فإذا رح أضطر أنه أنسخ الباركودات بشكل يدوي لأنه أنا حاليا ما لي واصل جهاز الباركود. صار عندي أوكي منتجين، أشطب العسل، عندي لبنة، خلينا نضيف كمان اوكي اشطب الموز. طيب راح اكتفي بهالقدر هاد. فاذا صار عندي انا 3 منتجات، اسعار المبيع تبعتها ظاهره هون، وزن كل منتج كمان ظاهر، بحدد الزبون يلي بدي بيعه من قائمه الزبائن. فرضا راح بيع لزبون خالد مراد. سعر هدول المنتجات 13 دولار. إذا بدي فيني أعمل ديسكاونت، راح أفترض أنه أنا بدي أعمل ديسكاونت بمقدار 3 دولار، باقي المبلغ الصافي هو 10 دولار. أوكي طيب، هلأ أنا المفروض أنه حصل من الزبون 10 دولار. الزبون قال لي أنه أنا حاليا ما بدي أدفع لك شيء، أو مثلا بدي أدفع لك خلينا نقول 5 دولار. فإذا راح يدفع لي 5 دولار، راح يبقى عليه 5 دولار. فإذا بإمكان الزبون أنه ما يدفع كامل المبلغ كاش، بإمكانه يدفعه كاش، بإمكانه ما يدفع شيء أبداً، أو بإمكانه يدفع مبلغ جزئي. فإذا عم نفترض إحنا هون أنه المبلغ المستحق هو 10 دولار، الزبون رح يدفع 5 ورح يبقى عليه 5. طيب بعطيه سبميت. فإذا هيك نضاف عندي أنا فاتورة جديدة، وبنتقل على جدول الفواتير. مثل ما شايفين هاي الفاتورة اللي ضفتها جديد للزبون خالد مراد، المبلغ الإجمالي كان عبارة عن 10 دولار. نمط الدفع هو دفع بالتقسيط، الباقي عليه 5 دولار. فإذا هو دافع 5 وباقي عليه 5 دولار. الموظف اللي قام بعملية المبيع هو محمد الحاج، وهذا تاريخ المبيع 30/10/2018. بالنسبة للأوبشنز الموجودين عندي هون، إضافة فاتورة جديدة اللي هي شاشة المبيعات اللي كنا فيها قبل شوي. الخيار الثاني هو View Details، بيظهر لي تفاصيل هاي الفاتورة يلي أنا نفذتها أو يلي أنا بعتها. فإذا بفتح هاي الصفحة، فإذا هي تفاصيل الفاتورة مثل ما اللي شايفين، فيها لوجو الشركة، اسم الشركة، الشركة الحالية طبعا يلي هي معمل القشطة يلي احنا عم نشتغل فيه، تفاصيل الاتصال، العنوان، هون عنا بيانات الزبون، وتحت عنا بيانات الفاتورة اللي صارت. المبلغ النهائي كان 10 دولار، طبعا القيمة المبدئية كانت 13 دولار، ديسكاونت مقدار 3 دولار، وبالتالي المبلغ النهائي كان 10 دولار، تم دفع 5 وباقي 5. هدول هن المواد الموجودين بالفاتورة، هذا الباركود تبعها، وهون تاريخ المبيع بالإضافة إلى اسم الموظف اللي قام بعملية البيع مع خيار طباعة موجود عندي. كل الأحوال خيار الطباعة فيني استفاد منه كمان من هون بشكل مباشر بدون ما أفوت على تفاصيل الفاتورة. بكفي أنه نقر على خيار الطباعة، مثل ما أنا شايفين طلعت الفاتورة جاهزة للطباعة. الخيار الأخير هو لحذف الفاتورة. طبعا كالعادة في عندي خيارات البحث، البحث ضمن الفواتير هون، إذا بنقر عليه في عندي إما أنه أبحث عن فاتورة حسب الباركود تبعه أو حسب الزبون، وبالتالي بتظهر كل فواتير التابعة لزبون معين، أو حسب الموظف اللي قام بعملية البيع، وبالتالي بتظهر كل الفواتير الصادرة من موظف معين، أو حسب نمط الدفع. مثل ما حكينا في عندي إما دفع كاش أو دفع بالتقسيط، فكمان فيني فلتر الفواتير حسب أسلوب الدفع. الانتري ديت حسب تاريخ إدخال الفاتورة، حسب تاريخ تسجيلها. آخر شيء فيني كمان أبحث حسب الفاتورة، إذا بقيان عليها يعني بعد في شيء مستحق على هاي الفاتورة بعده ما اندفع، أو
لا أنه هي مدفوعة بشكل كامل، فإذا تملك باقي أو لا يوجد أي باقي. فإذا في عندي فلاتر كاملة بالنسبة للفواتير فيني أستفيد منهم حتى أبحث عن الفواتير اللي بدي إياها. هاي كانت قائمة الفواتير بشكل عام. أما دفعات الزبائن وبيانات الزبائن كمان فمنشوفها ضمن القائمة Customers.